تفوقه على الأهلي على أرضه، هل هي أجواء، هل إجهاد، ولا الظروف كلها مجتمعة إجهاد والأجواء كانت هي السبب؟ هي كلها على بعضها، بس ابعد شويه الاجهاد ده. يعني انت مسافر بقالك فتره وانت مش مجهد من، يعني انت هل انت لو مجهد مش عارف تلعب نص ساعه 45 دقيقه حتى لو مجهد؟ لكن هو واضح ان التفكير في مباراه او الاستعداد للمباراه ما كانش فيه توفيق، لان انت فاقد كل عناصرك اللي بتديك القوه دايما. يعني فاقد حته الضغط، حته الجماعيه، حته الاستحواذ، حته ان انت مسيطر على الملعب كله، وانت فقدت يا ايمن كل ده لحاجه بسيطه جدا حصل. عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول لك، انت بتقول ان فقدت كل دوت من البدايه. البدايه، ما انا بقول لك حاجه بقى، كل العمل لكل الترتيبه دي اللي اتكلم عليها كابتن شريف اللي بتكلم عليها، البدايه دايما اما بنيجي نتكلم يقول لك خد انت البدايه. انا قلت لك بين الشوطين ان الاهلي كان رد فعل ما كانش فاعل. عمر نادي الاهلي ما كان رد فعل، نادي الاهلي دايما هو اللي بيبدا وهو اللي بيبقى مستحوذ وهو اللي بيفرض سيطرته في طريقته وشكله. انت سبت البدايه لسيمبا، حتى لو كنت ضيعت في فرصه ضاعت من بواليا عملها له كهربا، طبعا اتكلمنا عليها كان لازم ياخدها يلم احسن من كده. لكن بعد كده ايما انت فقدت البدايه، البدايه هو مستحوذ، هو عنده مساحه، هو اللي بيتحرك، هو اللي شكله كويس في الملعب، هو المنتشر كويس قوي في الملعب. انت زي ما بيقولوا كده بتلهس ورا الكوره، بتجري ورا الكوره، جدك اللي ورا الكوره ده هتتعب. نفس اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف واللي كان بيتكلم عليه عادل، حته الرطوبه وحته انك هتتعب من الجري. ما هو الجري انت هتتعب نفسك، يا بتجري ورا الكوره يا بتجري بالكوره زياده عن اللزوم. صح. لكن هم عملوا الحاجه اللي انت كنت عايزها، بيمرروا الكوره، بيلاقوا نفس بعض كويس قوي بدون مجهود. عشان كده هو كان متحكم في رتم المباراه من اول ثانيه. من اول ثانيه هو المتحكم، هو اللي ليه شكل. انت فقدت نقطه كنا بنتمنى هي تتعمل كويس قوي، لما تلعب ثلاثه في نص الملعب كنا بنتكلم فيها ايمن. انت عايز بقى انت مسيطر على نص الملعب، سيطره نص الملعب مش تيجي من غير ضغط، ما ينفعش. لازم ضغط، كره القدم لازم ضغط على طول، حتى يا اما ضغط جماعي يا اما ضغط فردي يا اما تقطع منك الكوره، الضغط في المكان كره الكوره كره القدم. مفيش مره علاء ضغط لما خدتها مظبوط، مفيش مره لما شتتهم، يعني ما اديتهمش حريه في اللعب كويس. بس الكلام ده مش من الاول، انت بس في الاخر ضغطت عشان كبريائك. لكن انت الشراسه بتاعتك كمان انت مش موجود، ولا شراسه دفاعيه ولا شراسه هجوميه. الريتم هادي، مفيش تغيير في الريتم يا ايمن. في دايما بقول يعني الكوره مثلا عند اربعه لورا الريتم هادي شويه، نص الملعب ماشي، بعد كده التلت الاخير لازم في سرعه. انت هات كل الهجمات انت على ريتم واحد طول المباراه، الريتم البطيء اللي هو بيسمح له ان هو يرجع ويدافع وكل واحد يقف مكانه كويس قوي، يبقى انت عندك الفرصه صعبه جدا. ومع هذا ومع كل ده انت في الاخر اما ضغطت شويه بس حته الكبرياء كشفت اخطاء كتير لفرقه سامبا. صح. اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا دايما الفرقه الافريقيه عندها مشكله التمركز، عندها مشكله التغطيه العكسيه، عندها مشكله المساحات بين الاثنين. هات الفرص اللي جت للنادي الاهلي كلها من الكلام اللي احنا بنقوله ده. بس للاسف يا ايمن ما الاخطاء موجوده، بس اللي بيبان الاخطاء انت. وانا ممكن يبقى عندي اخطاء كتير جدا بس هي مش باينه، عشان انت ما عملتش الحاجه اللي خلى الاخطاء دي باينه. أيوة. انت ما عملتش كده، ما عملتش كوره عكسيه، ما عملتش التمرير اللي هو في القلب اللي هو واحد زي محمد شريف، الكوره اللي جات له، الكوره جات لديانج اللي عملها له ايمن اشرف، اتعملت يعني متاخر الحاجات دي، كل دي اتعملت متاخر. ليه ما عملهاش بدري؟ هي متاخر عشان اللي هو فجاه يا جماعه ما ينفعش نتغلب، ده احنا النادي الاهلي. حته الكبرياء بس هي من جواك، حته اللي هي من جوه اللعيبه حصل. لكن هي من الاول لازم بدات طريقه لعبك، لازم كنت تبدا انت مستحوذ كويس قوي، بدايتك تبقى جامده جدا حتى لو مش هجوميه لكن دفاعيا قوي جدا. واقف كويس قوي. سيمبا طمع فيك ليه يا ايمن؟ لانه بيعمل كل حاجه ماشيه. أيوة. هو سيمبا بيشوف بيلعب لعبه العادي، لقى ان كل حاجه بيقدر يعملها كويس، المساحات موجوده، التمرين موجود، واحد على واحد موجوده كتير قوي، التغطيات مش هي، بيعمل كل حاجه فلقاها مباحه. عشان انت سبت له اي لعيب للمره مليون، لو سبت له غير ضغط ومساحه هيتصرف كويس، مع ان الفرقه دي فيها لعيبه كويسه تحترم خصوصا في الجزء الهجومي. ولكن قل ادائهم الفني حتى البدني، قل الشوط الثاني جامد، لان هو جري في الشوط الاول كتير قوي وبدور على الهدف، وبعد الهدف هو برده خايف لان ده النادي الاهلي ممكن يتعادل، فهو قال انا على الهدف عايز احافظ على الهدف. والشوط الثاني بدا وكان شكله كويس على فكره، لكن في الاخر هو بان ان هو تعب عشان انت دوست. هو مش تعب يا ايمن، هو رتم واحد، انت اللي غيرت، انت اللي غيرت رتمك، اللي انت قلقان،
انت ما ينفعش تغلب، انت شخصيه النادي الاهلي، ما فينا حراره كده حصلت من جواك مش عايز تخسر، انت اللي عملت كده. انما هو رتم واحد، هو حتى كان بيخلي الكره في رجله كتير قوي، بيستهلك وقت، وده ذكاء لعيبه، وانت برده مش عامل الضغط المناسب اللي لازم تطلع، مش قادر كده. مش قادر ومش عامل كمان من الاول يا كابتن شريف. انت مش بص ايمن، انت بدايتك راحت منك في بدايه المباراه، ما عرفتش ترجع بين الشوطين، الشوط الثاني نفس الشكل برده، يعني مش يعني اللي يخش اللي يتفرج على المباراه الشوط الثاني يحس النتيجه 0-0 او الاهلي غالب 1، لكن مش الاهلي خسران 1. ما يبقى ما مش يعني مش النادي الاهلي بقى خسران 1 وهو ده الاداء وهو ده الريتم بتاع البتاع وده كميه الجري ودي الضغط. لا، المفروض كانت في حاجات كتير قوي في بدايه الشوط الثاني. لكن الهزيمه دي حاجه بتحصل على فكره، مفيش فريق ما بيغلبش. لكن احنا بنتكلم في الشكل بتاع المباراه، اي فريق ممكن يخسر عادي جدا، لكن الفرقه الكبيره لما بتخسر يبقى بتبقى صعبه عليها شويه. أيوة صعب على النادي الاهلي يخسر، خصوصا النهارده كمان ان فيتا كلوب كسب، يعني الوقت سيمبا فيتا كلوب وانت الترتيب الثالث، اللي احنا كنا بنتمنى بعد مباراه النهارده يبقى انت الاول. ده مش يعني مش مشكلتنا، لسه عندك وقت ولسه عندك مباريات، لكن احنا بنتكلم على شكلك لازم يتغير. حتى النهارده لو في اخطاء كتير جدا انا موافق، اخطائك مع بدايه التشكيل الجديد كنت بتتمنى حاجه ما حصلتش، ممكن لازم كل خطا بيحصل ايمن، الناس اللي بتحب تنجح تعالج الخطا ده بعد كده. كان ممكن يتعالج الخطا من الشوط الثاني من بدري؟ من بدايه الشوط الثاني كان ممكن التغييرات تحصل بسرعه، تغيير لعيبه وتغيير فكر لعيبه في الملعب وتغيير شكلك لازم. كان ضغط وضغط كويس. ابص ايمن، اللي فرق معاك النهارده حاجه في كره القدم هي كلمه بس، هي فرقت معاك ضغطك. انت ما كنتش عامل ضغط النهارده، لعيب الكوره من غير ضغط النهارده ما 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 انا سايبك تعمل انت عايزه في الملعب سهل مع بالظبط مع لعيبه كمان. ايه يا ايمن، لعيبه كويسه. يعني عارف لو انا عامل ضغط على لعيب تعبان مش هيبان. يعني ممكن النهارده الاخطاء اللي احنا اللي عملها لعيبه النادي الاهلي مع فريق متواضع مش هيبان حاجه خالص. لكن انت اخطائك النهارده مع فريق الى حد كبير فريق كوره كويس، التسليم والاستلام عنده امتياز، شايفين بعض كويس قوي، فعشان كده انت ظهرت النهارده بالشكل ده. بس ماشي، بعد كده اتعلم ان هلعب ثلاثه، العب ثلاثه مفيش مشكله، بس ثلاثه عشان ليها مبدا انا عايز استحوذ. لكن ثلاثه كله بيحلق في كره القدم، كله بيحلق، مفيش حد بيعمل ضغط خالص، الضغط مش موجود. طب ما خلاص ثلاثه هتلعب، العب خمسه في نص الملعب بس خمسه بيحلقوا ولا ليها لازمه. لكن ممكن العب باثنين في نص الملعب لكن بيضغطوا، تحس ان انت مستحوذ وانت شغلك كويس وانت اللي معاك الكوره. لكن هي النهارده المشكله حته الاستحواذ، حته الشراسه الهجوميه مش موجوده، شراسه وغيرتك. يعني ليه اللي حصل اخر خمس دقايق والوقت الضايع ما حصلش مثلا من نص الشوط الثاني؟ الشراسه والغل والغيره على النادي الاهلي ما حصلش ليه؟ كنت ممكن تتعادل، كنت ممكن تكسب، بس انت فقت متاخر قوي، عشان كده خرجت المباراه كده. مباراه باخطائها بكل حاجه بتنتهي، وعارف كل مباراه الواحد بيتعلم. مظبوط، كله بيتعلم اكيد يعني. مظبوط.